السلام عليكم الوزيرة ديال الام ايمان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قاكم هذا الفيديو في احسن احوال ان شاء الله. الوزيرة دياولي اليوم درس جديد تحت طلب بزاف ديال البنات اللي طلبوا هدية. شحال هذه اليوم؟ يلا كتاب غنديرها لهم. بالنسبه لها درشمه هي هذه، كتجي في القفطان، صراحه زوينه وسهله وخفيفه، وبالنسبه تقريبا الالوان اللي خدمتهم هنايا غير هي هنايا بديت من تحت، ولكن في اخر فيديو راني شرحت كيفاش تخدموا في الدوره ديال العنق. كما كتشوفوا راني مطراسيه الدوره ديال العنق وشرحت كيفاش تخدموا وتهودوا، يعني تبداو من العنق وتهودوا. الطريقه راه جد سهله. طبيعة الحال الى عجبكم فيديو البنات ما تنسونيش باللايك ديالكم. كنشوف الفيديو التفاعل هابط وتعاليق، كثروا لي التعاليق، واخا ديروا 6 7 ماشي مشكله. واللي ما مشتركش في القناه ديالي تشترك في القناه وتبرك على الجرس باش ان شاء الله يوصلها كل هو ما جديد. ام ايمن كتموت عليكم داخل هذا الوطن وخارج هذا الوطن، وفرجه ممتعه. ما تنسونيش باللايك البنات، يلا تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم الوزة ديال ام ايمان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قاكم هذا الفيديو في احسن احوال ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد. الوزة دياولي اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد التطبيق تحت طلب ديال المتتبعات اللي وصلوا معايا في الانستغرام وبغاوها واقفين عليها باش يخدموها ان شاء الله رمضان. مرحبا، دائما كنقول لكم انا تحت طلب ديالكم. الرشيمه اللي بغاو يديروها هي هذه، نشاركها معكم. كما كتشوفوا الطريقه راها سهله البنات، رشمه زوينه بصراحه. هذه مخدومه بالقفطان، يعني الطريقه الكانفا كديروها مع مع الدوره ديال العنق، يعني الدوره ديال العنق كتبقاو تخدموا حتى كتوصلوا. شفتوا الطريقه سهله. مهم ان شاء الله غادي نديرها معكم تحت طلب بزاف ديال بصراحه المتتبعات، شكرا لكم يعني كتثقوا فيا. هنا مخدوم جوج انواع، كاين عندنا التونسي كما كتشوفوا، وهنا عندنا كما كنقولوا لها الشمسيه اولا العنكبوتيه. يعني الطريقه سهله البنات، سهله. واخا والله الا واخا عندي الخدمه ديال الناس قلت غنطبقها لكم. دائما ام ايمن تحت الطلب ديالكم، شكرا لكم بزاف. اليوم انا راه دايره الالوان تقريبا اللي كاينين تما درتهم. وحاجه واحده باش نقول لكم، بالنسبه للكانفا العرض ديالها 9 سنتيم، طول على حسب كل واحد اش كيبغي الطول. بالنسبه لي كنسقوا الكانفا مع السفيفه، الا كانت يعني مقبوطه يعني مخدومه القفطان يعني بالسفيفه، وما تكونش مسدوده من يعني ما تكونش جامعينها، غتخدموها مع الكانفا تلصقوها مع السفيفه. والا كانت عندكم يعني مازال يعني مفصله ديروا الحاشيه ديالها، غتخليو غير سنتيم ونص، سنتيم ونص، وغتحطوا الكانفا ديالكم صافي. المهم غادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا انا خديت اللون هذا، اللون هذا كما كتشوفوا عندنا ثلاثه الالوان، عندي المارو والعسلي، المهم هذا كنقولوا انا عسلي، وهذا بلون كاسي. غادي نبداو ان شاء الله بالعسلي. الطريقه راه سهله البنات. اول حاجه غادي نكب الكاميرا باش تبان لكم مزيان. هانتوما الوزه ديالنا كيما كتشوفوا، انا جريت الثوب حيت الثوب الاستيك وتجرت ليا الثوب على كانفا. شفتوا؟ المهم نتوما حاولوا تكون لاصقه. غادي ناخذوا كيما قلتوا، غادي نجي نحسب المربع الكبير، المربع الكبير غنخرج لي بره ديالي. هانتوما البنات غنخرج لي بره ديالي في المربع الكبير كيما كتشوفوا، وغنطلعوا بسبعه. واحد غنمشي هنا بسبعه بجنبها، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. غنخرج لي بره ديالي وغادي نثبت يعني الغرزه ديالي، غنثبتها ما كنعقدش. دائما كنقولها لكم، غادي نجر الخيطه بشويه باش ما يتشنتفليش الحرير ديالي. كما كنقول لكم كنجي في البلاصه ديال التبرام وكندخل الابره ديالي هكا، وانا نثبتها مزيان. هنا لاحظوا معايا غنجي فوق منها، غنجي فوق منها كذلك، غنطلع سبعه. عندنا خمسه ضربات بهاد الغرزه هذه، يعني خمسه ضربات وحده فوق وحده. نجي عاوتاني فوق منها مباشره هكا، دائما فوق منها مباشره نبقى نطلعو، يعني غادي ندير خمسه الغرزات فوق. غنجي دائما نحسبو سبعه، هذه غرزه ثالثه، دائما شدو يديكم في الخيط. نطلع فوق منها هذه غرزه الرابعه. يعني علاش انا قلت لكم كنكون يعني فاش كنكون دايره هاد المرمه كنكون مرتاحه، يعني كنخدم بيدي بجوج بيهم. نطلع فوق منها هذه غرزه الخامسه، الغرزه الاخيره. عندنا خمسه خمسه ضربات، غادي نجي هكا باش كان عاد شنو قلت لكم. هاد حاولوا ديروا بحال هاد الخشبه اللي ديجا
شاركت معكم، يعني كتشد لكم الخدمه ديالكم وانتم كتخدموا مرتاحين. هنا دابا درنا 5 ديال الضربات، 1 2 3 4 5. هنا غادي نجي عاوتاني الجنب ديالها وغنطلع باربعه، يعني غنمشي باربعه، 1 2 3 4. غنخرج الابره ديالي. هنا عاوتاني غنمشي نحسب 7، 1 2 3 4 5 6 ها 7. كذلك هنايا حتى هنا غادي ندير 5 ديال الغرزات، نطلع فوق منها 5، نطلع فوق منها غرزة ثانية. دائما كنحسبوا 7، نطلع عاوتاني فوق منها غرزة الثالثة، دائما عندنا 7، نطلع عاوتاني فوق منها هذه غرزة الرابعة، نطلع فوق منها هذه غرزة خامسة. ساهلة البنات، نفس الطريقة غادي نجي عاوتاني فوق منها وغنمشي بربعة، 1 2 3 خرجها في الرابعة. كذلك حتى هنا البنات غادي نمشيو بسبعة، 1 2 3 4 5 6 ها 7. نفس الطريقة غادي نطلع فوق منها، عندنا 5 ضربات كلهم غنضربو بخمسة ضربات. هنا البنات غادي نطلع ب 11 اولا 12 حتى 13 طلعه، الا كانت بحال هاد الرشمه اللي وريتها لكم راه فيها 13 طلعه، كما غنحسب لكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، فيها 13، غادي نطلع 13 ونرجع معكم. انتم البنات كما كتشوفوا انا طلعت ب 13 الغرزه، كما شفتوها في الرشمه طلعت 13. دابا غادي ناخذ اللون ديال البيج، غادي نثبت المرمى ونكبر الكاميرا ونرجع معكم. انتم الغرزه ديالي بدايه الاولى، الغرزه اللي درنا غادي نخرج منها الابره ديالي نفس المربع اللي خرجنا فيه، وكذلك غنطلعوا بسبعه، 1 2 3 4 5 6 ها 7. وحاجه وحده، الطريقه ديال باش نبداوها من العنق الطريقه راه سهله، انا بصراحه كان عليا نبداها لكم من العنق وبديتها من التحت، راه الطريقه سهله بالبدايه، انتم بداوها من العنق، انا من بعد غنشرح لكم في اخر فيديو كيفاش بداوها من العنق. صافي البنات غادي نطلع بسبعه، غادي نمشي عاوتاني غرزة الثانية فوق منها مباشرة، وغادي دائما نحسبو 7، يعني كنديرو 5 د الغرزات وحدة فوق وحدة مباشرة. هادي غرزة الثالثة، هادي غرزة الرابعة، خرجوها في نفس الغرزة. شوفوا البنات ما تخرجوهاش، يكون واحد الخيط بيناتهم، ولو خا ديال الكانفا ولا ديال التوب، في نفس العين، يعني نفس الغرز التقبة كما غنقولوها بالعربية، باش من تفو الكانفا ما يبقاش واحد، فهمتوني شبغيت نوصل لكم. هذه غرزة الخامسة، غنطلع عاوتاني فوق منها الغرزة السطر الثاني، ها هو كذلك نخرجها في نفس العين وغنمشيو نحسبو 7، 1 2 3 4 5 6 ها 7. وحنا طالعين بنفس الطريقة البنات، غادي نجرب الخيط مزيان باش ما نخليش الخيط مجبد، وغادي نجبد وغنمشي عاوتاني نتحسب 7. هذه غرزه الثانيه، نطلع عاوتاني فوق منها مباشره، شوفوا كنخرجها في نفس العين ديال الخدمه اللي خدمنا الاولى. هذه غرزه الثالثه، نطلع عاوتاني فوق منها هذه غرزه الرابعه، نفس الطريقه يا البنات، الرابعه، هذه غرزه الخامسه، دائما كنحسبوا 7، ودائما 5 كيجيو يعني نفس طلعه. غادي نطلع عاوتاني نمشي الغرزه طلعت السطر عاوتاني نكملوا 4 5 6 7. هذه يعني الغرزه الثالثه اللي كنخدموها دابا، هذه الغرزه الاولى فوق منها مباشره الغرزه الثانيه، طلع فوق منها مباشره خرجها في نفس العين، هذه الغرزه الثالثه. صافي دابا غادي نطلع البنات نكمل الخدمه ديالي باش نرجع ندير معكم لون اخر. صافي البنات راه نفس الطريقه كنمشيو حتى كنكملوا السطه ديالنا، انا درت لكم 5 13 على حسب الرشمه اللي بغاتها الاخت. صافي البنات ورجع معكم. انتم الويزه ديالنا كما كتشوفوا انا كملت السطر الثاني، دابا خديت اللون مارو، يعني مارو نفس الطريقه. غادي نجي الغرزه الاولى هكا، نخرج الليبره ديالي، غنحاول نقاد الكاميرا. كما كتشوفوا انا خرجت من الغرزه الاولى كيف العاده كنخرجوها في نفس العين، وكنمشيو نحسبوا 7، 1 2 3 4 5 6 ها 7. نفس الطريقه غادي نطلعوا بهذا السطر هذا النيت، غنطلع الغرزه الثانيه فوق منها وغادي نمشي الغرزه الثانيه هكا، ونطلع عاوتاني فوقها هذه غرزه الثالثه
نفس الطريقه البنات، غير باش ما يجيش الفيديو طويل وصافي. طلع الغرزه هذه الرابعه، وهذه الغرزه الخامسه. صافي، غنطلع عاوتاني بسطر، يعني السطر التالي الثالث بنفس الخدمه، غير هي كنعاودو نديرو الوان ديكرادين. يعني عاوتاني نجي عاوتاني هنا الغرزه الثانيه ونبدا بالغرزه الاولى، ونمشي نخدم سبعه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، ها سبعه. غادي ندير الغرزه الاولى، دائما ردوا بالكم مع الخيط الحرير، وغادي نعطيكم واحد الطريقه ديال السير كيفاش مي كنكملوا الطرز ديالنا الحرير باش ما يبقاش داك الشعيرات ديالو يبان لكم. عندي سر لكم خاص ان شاء الله في اخر فيديو غادي تشوفوه. غادي نحسب هذه الغرزه الثانيه ونطلع بخمسه، وحتى نكمل السطر ديالي بهذا اللون القهوي. نفس الخدمه، نطلع بالمارو ونرجع معكم ان شاء الله. انتما البنات كما تشوفوا كما كملنا السطر الثاني، غادي ناخذوا اللون اللي بدينا فيه الاول هو الرابع. نفس الطريقه غادي ندير الغرزه ديالي في اول هنايا، نخرجها في العين يعني في المكان اللي ديجا خرجنا فيه الخيط، ونمشيو بسبعه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، ها سبعه. صافي، وغادي نطلع بهذا اللون هذا، غنكمل بهذا السطر باللون اللي بدينا به الاول اولا كريمه مغلوق، يبان عسلي ولكن هو اللون كريمه اولا مارو بارد. المهم غادي نطلع به هذا السطر هذا، وان شاء الله نرجع معكم باش نخدمو واحد السطر. المهم نكملها ونرجع معكم باش ما ندوخكمش. صافي انتما البنات كما كتشوفوا كملت السطر الرابع. دابا غناخذ اللون بلون كاسي، وركزوا معايا هنايا، هنا ما غاديش نطلع، هنا غنخدم غير وحده، غادي نخرجها ها فينا، غادي نمشي بسبعه، نحسب واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. هنا غنخدم غير سطر واحد، يعني غير هاد زواقه وحده اللي غنخدمها، نطلع فوق منها. وركزوا معايا البنات، الله يسهل عليكم. ندير الغرزه الثانيه، صبعي كيقبطوا، صبعي مشق كما كنقولوا حرش تماره، كيقبط لي الحرير هنايا البنات، زعما راكم عارفين. هذه غرزه الثالثه، نطلع فوق منها غرزه الرابعه، هذه الغرزه الخامسه. هنا البنات صافي ما غاديش نخدمها، صافي هذه الغرزه الخدمه اللي غنخدم دابا حاليا. صافي هنا ما غاديش نقطع الخيط، غادي نخلي خيط هنايا في الطرف، نخلي الخيط في الطرف ما غاديش نقطعه، وغادي نرجع معكم غندير لون مارو. صافي حيت غندير فوق منها، ما تمشيو فين نتوما الويزات ديالنا. انا دابا خديت اللون مارو، غادي نخدم وحده عاوتاني هنا فوق منها، غادي نجي الغرزه الاولى نخرج لي بره ديالي هكا، وغادي نطلع نمشي بسبعه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، ها سبعه. غادي نخدم غير هاد السطر واحد، صافي ما غاديش فوق منها نيشان. ندير الغرزه الثانيه هكا، ندير الغرزه الثالثه، ندير الغرزه الرابعه كذلك. حتى هاد الخدمه هادي الخيط ما غاديش نقطعو، غنخليه باش نخدم بحال هكا، يعني حاولوا ما تكثروش العقادي في الطرز ديالكم، وديروا دائما خيط طويل باش تكون عندكم الخدمه حتى من الظهر نقيقيه. انا غنقلب لكم من الكاميرا المرمى، وغادي تشوفوا ان شاء الله الخدمه حتى في الظهر، ماشي غير الواجهه حتى الظهر. المهم انا كملت الغرزه الخامسه، هنا دابا ما غاديش نقطع الخيط، غنخليه الطف، وغنبدا معكم عاوتاني هنايا. غنجي الغرزه الاولى غندير هذا اللون الكريمه، وندير البلون كاسي، وندير المارو، غادي نمشي بصفهم هكا، يعني عندنا اربعه ديال السطوره بهاد الالوان اللي درناهم. غادي نجي فوق هذا المارو، يعني فوق هذا المارو غندير هذا الكريمه، وندير هذا البلون كاسي، والمارو هذا الكريمه. صافي باش يبقى لنا واحد ليسباس باش نخدم معكم هذاك العنكبوتيه ولا الدولار اولا الشمسيه. صافي البنات، المهم نخدم هادو باش نخدم هاد السطوره هادو اربعه هنا، ونرجع معكم ان شاء الله. انتم الويزات ديالنا كما كتشوفوا هنا الشمسيه كسحب لي، راه التليفون خدام وانا خدمت وما بركتش على الفيديو، ما كذبش عليكم والله قلت النعاس البنات. المهم باش غندير العنكبوتيه اولا الشمسيه الثانيه شنو غنديروا، ركزوا معايا. غادي نجيو الغرزه الاولى، يعني هذه كتسميها كامله غرزه، الغرزه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، الخامسه غادي نمشيو للسته، ولكن السته غادي نمشيو نحسبوا الغرزه الاولى الثانيه، ها الثانيه غنحسبوا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، نخرجها في الثامنه. ركزوا معايا مزيان، غنخرجها في الثامنه. هنا فاش غنخرجها في الثامنه غنحسب واحد
غنطلع هكا ولا نمشي هكا ولا نهبط هكا ولا ندوز هكا بحال بحال. غنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نخرجها في الخمسة، أولا غنديرو ستة نخرجها في ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، غادي نخرجها في ستة هنايا وعاد ندخلها في الوسط. عفوا ما تبتشاتش نتبتها مزيان عفوا. غادي نهبط ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نخرج الإبرة ديالي ونتبت العقدة ديالي هي الأولى. دايما كنتبتو بلاصة تبرا هكا ونجرو هكا الفوق. هنا لاحظوا معايا باش ما تدوخوش، غادي نجي عاوتاني هنا هنايا وغنمشي نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نخرجها في ستة. ركزوا معايا مزيان، عاد ديك الساعة غادي نديرو، أنا كنخدم ربع ربع، عاد نديرو بين ربع ربع ونخدمو. غنجي عاوتاني هنا في الوسط غنحسبو ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وخا تلصقوها البنات ماشي مشكلة، حيت المسافة عندنا صغيرة. غادي نرجعها هنايا، ركزوا معايا مزيان، عاود غادي نهبط لتحت، غادي نجي نحسب ستة، نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نخرجها في ستة هكا، وغادي نرجع ندخلها في الوسط. ولا بغيتو تخدموا هاد العنكبوتية، لا بغيتو تخرجوا حتى تحيدوا الكانفا ديروها، ماشي ضروري ديروها فوق الكانفا. هنا دابا البنات اشنو غنديروا، لاحظوا معايا هنا غنجي هنايا فين طلعنا ستة، نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غادي نحسبوا خمسة، غادي نجي نحسب واحد خرجها في التالية، ركزوا معايا ها فين، وغادي نرجع ندخلها هنا في الوسط نفس الطريقة. هنايا غنحسب واحد جوج ثلاثة، غادي نجيبها ها فينا، يعني لاحظوا هنا واخا واحد جوج ثلاثة أربعة، وهنا واحد جوج نخرجها في الثالثة، شتو حيت هنا الضيق ضروري غادي تجينا لاصقة ها فينا ماشي مشكلة. نفس الطريقة كما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وهنا خمسة غنحسب واحد ونخرجها في الثانية هكا، وغادي نلصقها دائما نرجعها في الوسط. ماشي ضروري البنات قلت لكم هاد الشمسية ديروها فوق الكانفا. هنا غنطلع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هنا واحد جوج خرجها ثانية، ركزوا معايا شنو قلت لكم، هنا كما كتشوفوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ومن هنا خمسة حسبنا واحد جوج، كذلك هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ونحسب واحد جوج غنخرجها في الثانية هنا، وغادي ندخلها هنا في الوسط. هنا دابا شنو كنديرو، كنحصلو على هاد الشمسية، غادي نخرج الإبرة ديالي من أي اتجاه بين الخيط وخيط هكا، ولاحظوا معايا دابا غادي نحاول نعاون يدين من تحت باش تهز ليا، غادي من خرج الإبرة ديالي الوسط غادي نجي الغرزة اللي قبل منها واللي قدامها غنهزو في خطرة هكا جوج خطرة، وغنجر لهنا للداخل. نفس الطريقة دائما فاش كتكون عندكم الخيط هنا كترجعو اللي قبل منها واللي قدامها كتهزو في خطرة، نفس الطريقة غادي نجي قبل منها وقدامها نهز جوج في خطرة هكا، وحنا كندورو حتى كتعمر لينا. كما كتشوفو الخيط عندي هنا في الوسط، غادي نجي قبل منها واللي قدامها، ونحاول نهز ندير صبعي باش تهز ليا على حسب. دابا انا المرمى دايرها في الخشبة، هداك الشيء علاش ما كتساعدنيش، خصني نحاول يعني نعاون يدي، دائما كنرجع اللي قبل منها واللي قدامها صافي. ندور معها انا بيدي على حسب الراحه، دائما كنمشيو اللي قدامها ان شاء الله. دابا ندير لكم حصه ديال هاد الشمسيه اولا الطرس التركي ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. دائما كنمشي اللي قبل منها، فاش كتكون عندنا الخيط في الوسط كنرجعوا اللي قبل منها غير بخيط واللي قدامها صافي، كنبقى ندورو حتى كنعمرو الخدمه ديالنا هكا. نفس الطريقه حتى كنبقاو ندورو حتى كنعمرو الخدمه ديالنا البنات. نجي عاوتاني هنا قبل منها وقدامها بهذه الطريقه هذه. راه ديجا درت معكم الحصه ديال هذه دي فيديو قديم، راه شي عام راه دايره عليكم هكا، وحنا غاديين وكنزيرو ما تخليوهاش مرخوفه، دائما كنمشيو الخيط اللي قبل منها واللي قدامها كنهزو جوج خطره،
وبالنسبه قلت لكم ماشي ضروري تخدموها فوق الكانفا، يمكن لكم تتحيدوا الكانفا وتخدموها صافي. دابا غندورها نعمرها نفس الطريقه، غادي نطلع بنفس الحساب، غنخلي واحد لي سباس بيناتهم يعني عينكم ميزانكم الى حسب، الا ما عرفتوش ديروا الحساب هكا ديروا غير تحيدوا الكانفا واحد شي حاجه دايره دائريه صغيره وخذوا العبار عندنا يعني اربعه صافي. المهم انا غادي نحسب لكم بين غادي تخليو بحال دابا بين الغرزه هنايا جات هنا واحد جوج ثلاثه، عاد كتحسبوا واحد جوج ثلاثه، غندير وحده هنا غنخليها هذه غنحسب واحد جوج ثلاثه تجيني هي هذيك صافي البنات. المهم نكملها ورجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي، ولكن غير باش نقول لكم كيفاش تخدموا في العنق يعني الدوره ديال العنق وتهودوا صافي ما تمشيو فين. انتما الويزات ديالي كما كتشوفوا كملتها هنايا الطريقه كما كتشوفوا كتجيو الشمسيات بعادين على بعضياتهم. الطريقه ديال العنق البنات كما كتشوفوا هنا رسمت لكم الدوره ديال العنق ديال القفطان ديالكم، وغديروا الكانفا في التقطاع غتقطعوه على الدوره ديال العنق اللي عندكم لصقوها مع التقطاع صافي. هذيك الساعات غتخليو العبار اللي غديروا السفيفه يعني واحد سنتيم ونص اولا جوج. دابا انا هنايا هذه هي التقطاع ديال العنق، هنا غادي نجي نخلي واحد تقريبا سنتيم ونص اولا سنتيم ونص بركه يعني هنا كما كتشوفوا انا خليت واحد سنتيم ونص تقريبا هكا يعني ها هو هذا. هنا غتبداو الخدمه ديالكم البنات، حاولوا ما امكن شوفوا واش غادي يجيكم ديروا هنا خليو بلاص الشمسيه ديالكم يعني غادي غتحسبوا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود، هنا تسعود اولا ديروا عشره، عشره غتحسبوا واحد جوج واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، وغتبداو الخدمه ديالكم يعني سبعه بحال هكا من البدايه. غتبداو خمسه ضربات وغطلعوا خمسه وانتم غاديين صافي. راه الطريقه راه ساهله البنات. المهم هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، شكرا لكم بزاف البنات، وكنتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف. دائما ام ايمن كتموت عليكم، ما تنساونيش باللايك ديالكم والتعاليق الزوينه. شكرا لكم، مع فيديو جاي ان شاء الله.